مساعدات مشكور. امبارح وصل لنا منظفات، وصل لنا فود، وصل لنا المحارم. كل الشكر للداعم الهلال الأزرق التركي اللي كان داعم ومساند للشعب الفلسطيني على الدوام. الحمد لله اليوم باشر المركز ابن الهيثم بتوزيع هذه الباكجات بعدالة، حيث قام المركز بحصر أعداد المواليد وقام بتسليم كرتونة لكل مولود. نتمنى من الهلال الأزرق التركي الاستمرار بهذا الدعم.